تقرير مهم جدا، لكن قبل ما نشوفه معنا على الهاتف الزميلة الإذاعية الأستاذة نجلاء عبد البر. أستاذة نجلاء أهلا بيكي. أستاذة نجلاء عبد البر مساء الخير يا فندم، مين معايا؟ أستاذ إبراهيم ولا؟ تحياتي تحياتي تحياتي، أنا إبراهيم المنيسي، وتحياتي المهندس عدلي القيعي. أهلا يا أستاذ إبراهيم، وأهلا المهندس عدلي القيعي. وأنا الحقيقة النهاردة أنا بس هو صوتك في التلفزيون بيختلف عن الراديو، ليه كده؟ مش كده، في اختلاف اكيد طبعا يعني. لكن عايز اقول لحضرتك انا بحب برنامجكم جدا ودايما بتابعه، لكن النهارده الحقيقه اتفاجئت بالبدايه وخاصه بي انا. يعني استاذ ابراهيم والمهندس عدلي القيعي، انا الحقيقه مساله ان حد يقول لي انت زملكاويه او انت اهلاويه بعتبره اتهام، اتهام بعدم الحياديه. اعتقد في خلال مشواري ده انا كنت هسالك يا نجله. نعم كنت هسالك والله السؤال ده. لا لا انا لا يمكن اقول على فكره النهارده لا انت لا يمكن تقولي لا بقى انت كده انت كده بتبتدي غلط. لا انت بتقولي لا لا يا باشمهندس، عمري ما قلت في والله انت قلتي لي انا الله اللي ممكن اكون قلت لك على طيب بقول للمهندس مش هي دي القضيه، مش هي دي القضيه لكن الواقعه انت بتحتاجي على ايه؟ ما حصلتش ولا حصلت؟ يعني حسب طبعا ما حصلتش يعني. طيب ما جاش الكابتن رضا عبد العال مع حضرتك الصبح؟ لا طبعا رضا عبد العال كان معايا ولم ما قطعش في الاهلي زي ما حضرتك قلت. اولا انا بدات الحلقه وقلت يا جماعه لازم سياسه ضبط النفس اللي بيجدها رئيس النادي الاهلي اللي هيكون رئيس البعثه، والاهلي فاز بنتيجه كبيره وان شاء الله يحقق نتيجه افضل. واذا كان الاهلي البعض بيقول عن التحكيم فهو لا ذنب له، اولا لجأوا لخاصيه الفار، فاذا هنا ما فيش ابدا حد يقدر يتكلم ويقول بعد كده اي كلام. ده الكلام اللي انا بدات بيه، وقلت كمان ان في صحيح البعض بيقول في اخطاء فنيه سواء من مساعده حمودي واسلام محارب للوسط لعمرو السوليه وحسام عاشور، فكنت بتكلم على نقاط معينه وانتقلت للمنتخب واستضفت كابتن رضا عبد العال، مش هو بس واكثر من شخصيه. هو بس الملاحظه الملاحظه يا استاذه بس اللي جايه لنا عليها رسائل كتيره. رضا عبد العال كان الليله اللي قبلها على طول بعد المباراه في ملعب الزمالك او برنامج يخص نادي الزمالك قال في الاهلي كلام كتير جدا اثار كتير من الناس، واعتقد كل السوشيال ميديا تناقلته. لما يجي الاذاعه المصريه مش هيقدر يعمل معايا اوكي بس انا لما يجي انا على الانتقائيه بقى، لما يجي تاني يوم الصبح يتم انتقاء نفس الشخص عن مباراة تخص النادي الاهلي، يعني هي دي الفكره. انت جايبه رضا بالتاكيد هيتكلم على مباراه الاهلي. لا مش علشان مباراه الاهلي، ما هو بالتاكيد. طب هو هيتكلم في ايه؟ طب استنى يا استاذ ابراهيم برضه وضح لنا مدام نجله، يعني ايه الحوار كان مضمونه ايه؟ سياقه ايه؟ اقول لحضرتك احنا كنا طالحين سؤال، هل تعتقد ان في لاعب يستحق الانضمام للمنتخب؟ فاجمع الاصدقاء على ان احمد فتحي وحسام باولو باعتباره الهداف ومحمود علاء مدافع الزمالك. فانا كنت باخد مفهومش وليد سليمان اللي هو احسن لاعب في مصر دلوقتي. وليد سليمان اسفه وليد سليمان وده كان اول واحد، واحنا قلنا الاربعه دول لماذا لا ينضموا لمنتخب مصر؟ اذا كان في كومنتات كتير جدا تعدت ال 120 كلهم بيجمعوا على ان الاربعه كان لابد ان ياخذوا فرصة مع منتخب مصر. واتصلت مش انا اللي اتصلت طبعا، رئيس التحرير اتصل بكذا شخصية منها كابتن رضا عبد العال اللي قال حتى انتقد مستر اجيري وقال ازاي دول موجودين؟ يعني انت هتاخد وليد سليمان؟ يعني انت مستني ايه؟ هو عشان كبير؟ ما هو كبير لكن خبرة. بالعكس ده كان يؤيد تماما وجهة النظر اللي احنا يعني لم يتطرق. أنا عايز أقول لحضرتك لم يتطرق الحديث على مباراة الأهلي. أنا قدام مني شكوى من عضو النادي الأهلي الدكتور حسام جمال الدين، قال إن أنا طوال هذه الفقرة ضغط ارتفع، وهو راجل دكتور بيقول أنا في العربية ضغط ارتفع من الكلام اللي سمعته في الإذاعة المصرية ومن رضا عبد العال ومن مدام نجلاء على النادي الأهلي وعن المباراة. يعني أنا عشان كده أنا بنقل لك بالاسم. حضرتك اسمع اللقاء وانا بحسك الاعلامي انت والمهندس عدلي قاي اعتقد هيكون ليكوا راي مختلف تماما. قد يستقبل الجمهور كلمه تضايقه فمن الضيف
فيبتدي ان هو ياخذ الموقف ده، لكن احنا ما قطعناش. طب نستاذنك تبعت لنا لينك الحلقه بعد اذنك؟ لازم، هحاول طبعا ابعته. يا ريت وليد قاسم، وليد قاسم رئيس تحرير برنامجك يا ريت يبعته لي. وليد قاسم لازم ان شاء الله يبعت لك لينك الحلقه، وارجو ان انت تسمعها بحسك الاعلامي وتقول الكلام اللي فيها ان شاء الله. يا استاذ ابراهيم، لان انا زعلت جدا، وكمان اللي ضايقني اكتر ليه دايما نقول فلان زملكاوي او اهلاوي. هو انا اصل لما يكون عندي معالجه مدام نجلاء، وانت طبعا سيد العارفين، انا لما يبقى عندي معالجه في توقيت حارج جدا، الاهلي مع بيلعب مع الترجي والعمليه واخده منحنى، اكيد انت متابعاه وشايفاه طبعا، فلا انتظر. النهارده اتكلمت عن المنحنى ده وقلت الشعبين في منتهى الحب لبعض. يعني هو بص يا مدام نجله في الاخر ممكن يعمل فتنه بين الجمهورين، وقلت ان ده مش هيحصل لان شعب تونس وشعب هو اللي خوفنا. بس حاجه واحده اللي خوفنا، حاجه واحده، ان اصبحت الاصوات اللي بتتاجر بنتيجه المباراه ضد النادي الاهلي المصريه اخطر بكثير واقوى بكثير واكثر كثافه مما يحدث في تونس، وده شيء كان مؤلم جدا الحقيقه. يعني يمكن اسم حضرتك ورد من خلال الدكتور زي ما بعت حسام، زي ما بعت للكابتن ابراهيم والاستاذ ابراهيم، وانت بتقولي ان الكابتن رضا يمكن او يجوز. لم اتعرض للتحكيم، اولا في حكم، والحكم لجأ لخاصيه الفار واكد. امال ايه اللي كابتن رضا قال ايه على الاهلي تحديدا؟ يعني ايه اللي ضايق الناس يعني؟ هو لا، هو اتكلم على مستر كارتيرون، قال ان انا شايفه ان هو في اخطاء فنيه. يعني انتقد كارتيرون. كارتيرون ما اتكلمش خالص على التحكيم، ولا اتكلم على المباراه والجداره بالفوز ولا الكلام ده. لا لا خالص، هو اتكلم على كارتيرون وانتقده، حتى انا قلت له انت قلت اراده اللاعبين هتحصل، قال لي ايوه. قلت له اذا احنا ننتظر اراده لاعبي ايا كان. طيب. حقك في التوضيح يعني وضحت. اظن وضحت وجهه نظرك يا مدام نجلاء. ماشي. يعني انا بحييكم وبقول لكم متشكره ان انا يعني سمحتوا لي ان انا اوضح وجهه نظري. لا ده حق. الحقيقه لما ناس اعزهم جدا يعني ببقى زعلانه قوي ان هم لا ده حقك. لا حقك، حقك تماما. حقك تماما، وده فرصه كويسه ان احنا سمعتين صوتك في التلفزيون. بشكرك جدا استاذ ابراهيم، وتحياتي للمهندس عادل. شكرا جزيلا للاذاعيه مدام نجلاء عبد البر، واعتقد وضحت وجهه نظرها فيما يخص حلقه الامس في الشباب والرياضه.